فلسطيني آخر قتله الجيش الإسرائيلي الثلاثاء خلال اقتحام قوات الجيش لمخيم قلنديا للقيام بعملية اعتقال، قال الجيش الإسرائيلي إن أعمال عنف تخللتها. وقال الجيش الإسرائيلي وشهود إن الجنود قتلوا بالرصاص شابا فلسطينيا في وقت مبكر صباح الثلاثاء، وإن سكانا في المخيم ألقوا حجارة على قوات الجيش الإسرائيلي. والفلسطيني القتيل هو محمود عدوان 20 عاما، وكان متواجدا على سطح منزله بالمخيم عندما أصيب بالرصاص. وقال الجيش إن متفجرات بدائية الصنع ألقيت على قواته أيضا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليفتنانت كولونيل بيتر ليرنر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن القوات الخاصة تعرضت للهجوم خلال عملية ليلية في قلنديا، وخلال تبادل لإطلاق النار قتل فلسطيني والآخر أصيب واحتجز. وتصاعدت أعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب خلاف على صلاة في الحرم القدسي، وقتل خلال الاشتباكات الأخيرة 11 إسرائيليا خلال هجمات فلسطينية، كما قتل 13 فلسطينيا من بينهم عدد من المهاجمين. جيهان لطفي، رويترز.